من المزعوم الذي أحاط به الاحتلال بلدة الزاوية سوى وسيلة من وسائل استيطانه، فمستوطناته تسمن وتتضخم على حساب أراضيها يوما بعد آخر. هذه الأرض مستهدفة، أمي دائما إحنا بنروح بنيجي، دائما بنعاني من مشاكل الدخول والطلوع، والحجة امبارح الوالدة طبعا فاتت ما خلوها تفوت وجابوها عند المعسكر، وهي طبعا عانت بمشاكل وصلت البلد وهي ماشي على الخط الرئيسي، وخطر ومخاطر على حالها. آخر ما أطل به الاحتلال على أراضيها ادعاء إحدى شركاته ملكيتها لأكثر من 45 دنما من أراضي وادي إسماعيل تعود لعائلة نبعة. تعاني الأمرين هي والكثير من المزارعين من فرض مواعيد دخول وخروج مزاجية إليها. هاي مش يعني هاي مش أول مرة يعني بيجوا على الأراضي بيصادروها وبيقوموا بجرفها وحرق الزيتون وتقطيع الزيتون، ما يهودها محتل. شركة بتدعي إنها هي الأرض إنها إلها، فقمنا إحنا بالذهاب إلى هيئة الدفاع عن الأراضي وطلبوا منا اخراج كيت وحصل ارث ومخطط مساحه، واحنا قمنا في اللازم وبنستنى في تنسيق من الارتباط بخصوص الذهاب الى الارض ومسح القطع والقطع المجاوره. سياسه استيطانيه يصعب لجمها وشراهه لقضم الارض وانتزاعها من اصحابها. ما حدث في الزاويه تكرر عشرات المرات لكن باوجه مختلفه وهدف واحد. لم تعد خافية أهداف هذا الجدار الذي بدأ بضم أراضي المواطنين ولن ينتهي عند عمليات المصادرة التي تتوالى يوميا واستيطان يستشري في كل الجهات. من أراضي بلدة الزاوية، محمد شتي، تلفزيون فلسطين.